أسماء عياش من حي الشاطئ الأحمر بزمام سوريا، 28 سنة، وبركن بيت أبيها تعود بعد زواجها منذ 3 سنوات مقهرة بركن هذه الغرفة بعد أن طرق أبوها كل مستشفيات الوطن. تليف كبدي في مرحلة متقدمة يهدد حياتها، ليبقى آخر أمل وجهة أخيرة نحو الخارج. من وزارة الصحة مدى بها كانت هي نعطي لها نصهم ليلايم طابق دي تيموا ويخلصوا السبيطار في الطرق، مش هكذا كنولي باري ما لعبت. انا قبل الشهاده قالوا لي بدا، قلت لهم انا ما نقدرش نبدا حاجه غير قانونيه، ما نقدرش ندي لي جون تاع بلادي اللي هما اللي يدفنوني نروح نديهم للحبس ولا الاخر. انا يسي ويعاونوني سي توسكو دوموند. تضامن كبير من شباب البلدية وجمعيات خيرية، هذه الأخيرة تنتظر موافقة الإدارة من أجل حملة لجمع تبرعات المواطن وإنقاذ حياتها. احنا منذ كما رانا هكذا لو كان يعطيونا توريزاسيون دوك نروحو ليمولها. الشباب تاع زيام المنصورية كومبلي كما راهم يسناو غير في توريزاسيون هذه الحق. لم يكن بالإمكان ونحن نصور هذه الصرخات أن تقول كلمة واحدة أو تطلق آهات الألم. نهار اللي يروح خير من اللي يجيها، في غير تنقص تعيا بزاف. دوكا اليوم خرجت برك، جيت خرجت شوية عاودت ولات قالت ما خرجتش، من اللي جات وهي في الفراش أي غير تعيا وليت تولي غير اللور. لوبيراسيون برك سون كونتي لي فرين تاع بنتي خلاف اللي رايحة تمدلها الكبدة واللي رايحة تزوج في الصيف الجاي وهكذاك رايحة تعطي لها الكبدة. إيماجيني فو الله لا تقدر يجيوني في زوج في صندوق. وبذات الركن لا تزال أسماء التي كثيرا ما دخلت في غيبوبة تنتظر خبرا يفتح باب الأمل لتستعيد بسمتها بعد أن تاهت في أروقة المستشفيات والمصحات الخاصة.